ضمنا دلوقتي عبر الهاتف كابتن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ورئيس لجنه تحكيم في اتحاد الكوره. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. منورنا في الكلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي، واكيد بنتكلم مع حضرتك النهارده. عايزين نعرف منك اخر اخبار القرار، او القرار اللي احنا سمعنا ان هو هيتنفذ في الدوري المصري الممتاز، باعتبار اللعيبه اللي جايين من شمال افريقيا ان هم لعيبه محليين، بعد ما اعتبرنا من الموسم اللي فات ان لعيبه فلسطين وكمان لعيبه السوريين بيتعاملوا نفس معامله اللعيبه المحليين. طبعا الخبر ده يمكن ضايق ناس كتير قوي، وسمعنا كمان بعض التصريحات من أعضاء اتحاد الكورة زي دكتور كرم كردي اللي قال ممكن ننفذ فعلا الكلام ده، لكن في حالة ان احنا قررنا ان احنا نسرح المنتخب. في ناس كتير كانوا شايفين طبعا ان القرار ده هيعود سلبا على منتخبنا الوطني الأول، وكمان على فرص تواجد اللعيبة المحليين، وكمان تصعيد الناشئين، وان هم يكون عندهم فرصة ان هم يظهروا في الدوري الممتاز. والله هو الموضوع بسيط جدا، ولكن تناول في وسائل الإعلام بشكل غريب شوية. هو الموضوع كان في فكره في اتحاد شمال افريقيا اللي هو بيضم 5 دول، مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا. خلال هذا الاجتماع تم طرح هذه الفكره، اعتبار لعيبه شمال يكون اللعيبه يعني بشكل حر في الدول دي، وليس كمحترفين كلعيبه اجانب، يعني ما يتمش اعتبارهم كلعيبه اجانب. ده الاقتراح رؤساء الاتحادات اللي هي اتحاد شمال افريقيا، وقرروا انه يفكروا في هذا الموضوع لحين الاجتماع القادم في المغرب، الاجتماع شمال افريقيا في المغرب. وفي هذا الاجتماع هياخدوا القرار النهائي. القرار النهائي ايه هو؟ ده اللي هيقرره رؤساء الاتحادات في اجتماعهم القادم في المغرب. هل هيوافقوا على هذه الفكره؟ هل هيأجلوها للموسم القادم؟ هل هيبدأوا تنفيذها مثلا الموسم الانتقالات الشتوية في يناير؟ ده الموضوع بكل صراحة وبدون أي إضافة لشيء اللي حصل، ولا يتم مناقشته بشكل بعد التفكير طبعا في الفترة اللي احنا فيها دي الناس بتفكر، وهيكرروا في يعني كابتن عصام دي مجرد فكرة طرحت أثناء اجتماعات الكاف اللي كانت موجودة في شرم الشيخ. لكن فكرة قوية الحقيقة عشان نكون. طب أنا لو سألت حضرتك رأيك شخصيا، هل ده هيعود بالإيجاب ولا بالسلب على الكرة المصرية وبالتحديد على المنتخب؟ بص حضرتك، انا رايي يعني مش رايي فني. احنا لازم يكون المديرين الفنيين في الدول دول قاعدين يفكروا دلوقتي هل ده هيعود بالفايد بلاد شمال افريقيا او لا. واعتقد هيجتمعوا المديرين الفنيين لـ5 دول وهياخدوا القرار، ومن هنا قرارهم هيوصلوه لرؤساء الاتحادات، وفي النهايه رؤساء الاتحادات في الاجتماع اللي هيكون ان شاء الله هيتم انعقاده في المغرب هياخدوا القرار في النهايه هل هيتم تطبيق هذا الاقتراح او لا. فخلينا ننتظر اراء الفنيين المديرين الفنيين في الاتحادات الـ5، وفي النهايه نشوف القرار النهائي اللي هيتم اتخاذه في اجتماع رؤساء الاتحادات في المغرب ان شاء الله في شهر 12. ان شاء الله، ولكن حتى الان هي مجرد فكره مطروحه. هو مجرد اقتراح ومطروح بقوه عشان نكون صادقين، وفي بعض الدول يعني مؤيده هذا الاقتراح زي تونس مثلا، تونس مؤيده هذا الاقتراح بشكل كبير ان هي تنفذه يعني. فهنشوف اراء بقيه الدول في الاجتماع اللي هيكون اجتماع يعني هيحدد بشكل نهائي هل الفكره دي هترى النور او لا. طيب هو حضرتك ما ينفعش تكون معايا على التليفون وما اسالكش على الفار، ايه اللي هيحصل؟ اتفضل. والله الفار احنا بدانا الحقيقه العمل بشكل جاد في الفار، مستنيين طبعا الشركه الراعيه، طبعا هي وعدت ان هي تشتري الاجهزه. احنا في تعاون عاملينه مع الاتحاد الافريقي لكره القدم، عاملين هم من يوم 24 ل 29 عاملين ندوه عن الفار، زي معسكر عن الفار، وجايبين افضل الحكام الافارقه، وان شاء الله هيشاركوا مجموعات من الحكام المصريين، يعني يكون في تعاون معاهم في هذا الفرص، وفي مشاركه من الحكام المصريين للاستفاده من هذه التجربه، وان شاء الله الامور ماشيه بالشكل الصحيح، ونتمنى ان الاجهزه تيجي في اسرع وقت، ونبدا نشتغل بشكل عملي على تدريب الحكام لمده معينه، وهيتم المراقبه من الاتحاد الدولي لهذه التجربه لحين ما نصل الى
الاستعداد الكامل لان احنا ننفذه على ارض الواقع وناخد الموافقه من ايفاب اللي هي المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم اللي هو صاحب الفكره. طالما خدنا الموافقه بنبدا نشغل ممكن نشوف تقنيه الفار في الدوري المصري الممتاز من الدور القادم ان شاء الله ولا يمكن من الموسم القادم؟ ممكن الحقيقه لو الامور مش زي احنا ما متوقعين وان احنا نحاول نضاعف العمل في الفتره القادمه ممكن يتوافق عليها من الايفاب اللي هو المجلس الدولي التشريعي وممكن ننفذها من الدور الثاني لو يعني تاخرنا ممكن يبقى مع بدايه الموسم. طيب خليني برضو اسال حضرتك عن التعاون ما بين الحكام المصريين والحكام التوانسه وشفنا ان الفكره دي يمكن ما قبلتش استحسان كل الانديه، هل الاتفاقيه دي لسه قايمه لحد دلوقتي؟ هل هنشوف تحكيم تونسي تاني في مصر؟ او تحكيم من شمال افريقيا؟ اي تجربه لازم الاول نشوف التجربه دي هل نجحت او لا. اول حاجه انما الناس لما تحكم على تجربه ان هي فشلت بدون حتى ما يدرسوا التجربه ويشوفوا ايه الايجابيات والسلبيات يبقى ده كلام مستحيل، واحنا ما بنفكرش بالطريقه الصحيحه. اولا الطاقم التونسي اللي جه حكم مباراه المقاولين ببيراميدز عمل مباراه جيده جدا. بعدها ب 10 ايام زي ما قلنا ان ده تبادل راح طاقم عندنا حكم مباراه مهمه. يمكن ظروف بس لقاء بيراميدز والمقاولين ان كان في مشكله في الحكم الخامس وان ما كانش في حكم وان كان في ثلاث حكام بس، هي يمكن هي دي بس كانت الازمه اللي صدرت ان في ازمه في التحكيم التونسي اللي جه مصر. احنا لما يكون في ازمه نتكلم على اخطاء حصلت في المباراه. الازمه احنا بنصدر الازمات لكن الازمه هل سببها ايه؟ احنا لازم نتكلم عن اداء التحكيم التونسي هنا. صحيح ما حدش اتكلم عن الاداء التحكيمي لكن اتكلموا عن ظروف اللقاء والملابسات اللي حصلت. اللقاء بالضبط عن الملابسات اللي حصلت. نفس القصه عندنا طاقم تحكيم بقياده محمود البنا راح حضر ديربي تونس مباراه مهمه جدا في الدوري التونسي ما بين الصفاقسي والترجي التونسي واعتقد ان الاشاده كانت من الطرفين بعد المباراه ومن الاعلام التونسي باداء التحكيم المصري، فاذا التجربه نجحت بشكل كبير ونتمنى انها تستمر لان في النهايه ايه الفكره؟ الفكره ان انا استفيد من خبرات الاخرين والاخرين يستفيدوا من خبراتي، لكن لما انا اجيب حكم اجنبي الحكم الاجنبي هو المستفيد الوحيد، هياخد خبرات من اداره مباريات في اجواء مختلفه هنا في الدوري المصري وهياخد فلوس كتير ويقعد في فندق خمس نجوم وفي النهايه نجح او فشل ما حدش هيحاسبه. صحيح. طيب احنا يا ريت نفكر بشكل عقلاني ونشوف اي تجربه بنقوم بيها نشوف ايجابياتها وسلبياتها ومن خلال ده نقدر نشوف نقدر نكمل فيها او لا. شكرا ليك كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ورئيس لجنه الحكام، نورتنا اكيد في كلام في الميديا.